الأيام التي مرت علينا كانت أعياد لكثير من القديسين، ففي يوم 7 أبيب 14 يوليو كان تذكار القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين وأحد آباء الرهبنة في القرنين الرابع والخامس. وفي يوم 15 يوليو كان عيد القديس العظيم الأنبا بيشوي وعيد القديس السائح العظيم الأنبا كاراس. وأريد أن أعطيكم فكرة على قدر الإمكان عن هؤلاء القديسين لننتفع بسيرتهم الروحية المعزية. وسأبدأ بسيرة السائح العظيم الأنبا كاراس على اعتبار أنها أكثر سيرة غير معروفة منه. القديس الأنبا كاراس السائح ذكر اسمه في كتاب السمكسار في يوم 8 أبيب، وقيل إنه كان أخا للإمبراطور ثيودوسيوس، وإنه ترحب وتوحد في البرية وصار من السواح. سيرته المفصلة كتبها لنا القديس الأنبا بمو. القديس الأنبا بمو، والقديس الأنبا بمو، الاسم بمو ده لأكثر من قديس. في عندنا 2 قديسين مشهورين باسم الأنبا بمو، أحدهما القديس الأنبا بمو الذي كان أبا روحيا للقديس الأنبا بشوي والقديس يوحنا القصير. كان أبا روحيا للقديس الأنبا بشوي والقديس يوحنا القصير، وده عاش في القرن الرابع الميلادي. ولكن القديس الأنبا بمو صاحب هذه القصة عاش في القرن الخامس، وكان هو القديس الذي كفن جسد القديسة إيلاريا بنت الملك زينون. وطبعا القديسة إيلاريا بنت الملك زينون كانت تعيش في القرن الخامس، فيبقى أنبا بمو ده غير الأنبا بمو الأولاني. الأنبا بمو هذا حكى لنا قصة الأنبا كاراس، قال إيه؟ قال إنني كنت في الكنيسة في برية شيهيت، ثم جاءني صوت يقول اذهب يا بنوى سريعا لكي تودع القديس الأنبا كاراس وتسلم عليه قبل وفاته، لأن هذا القديس مكرم عندي أكثر من كثير من القديسين، كان صوت إلهي. فالأب بابن وبيقول إنني أخذت عصاتي وسرت في البرية وأنا لا أعلم إلى أين أذهب. فمشيت يوما ويومين وثلاثة وأنا أتلو صلواتي في الطريق وأطلب من الرب أن يرشدني إلى قده العظيم الأنبا كاراس. وأخيرا بعد 3 أيام من المشي وجدت مغارة مسدودة بحجر عظيم. طبعا 3 أيام مشي والراهب ممكن يمشي 6 كيلو في الساعة، وجا
عايز يمشي 15 كيلو في اليوم، 15 ساعة في اليوم، يعني جايز يمشي 90 كيلو في اليوم في 3 أيام، يعني 270 كيلو، يعني مسافة أبعد من هنا لإسكندرية. بيقول وجدت مغارة مسدودة بحجر عظيم، فقرعت على بابها وقلت بارك علي يا أبي القديس، فأجابني صوت من الداخل وقال: حسن قدومك إلي في هذا اليوم يا أبانا القديس الأنبا بموة الذي كفن جسد القديسة إيلاريا بنت الملك زينون. أبا اللي جوه ما يعرفش مين، اللي بره ما يعرفش مين ده، وطبعا ما يعرفش إن كان في قديسة اسمها إيلاريا وهي بنت الملك زينون ده مين. وكان القديس ده بقاله 60 سنة لم يرى وجه إنسان. فبيقول: فأجابني صوت من الداخل وقال: حسن قدومك إلي في هذا اليوم يا أبانا القديس الأنبا بموة الذي كفن جسد القديسة إيلاريا بنت الملك زينون. ثم فتح لي الباب فدخلت وقبلني وقبلت وجلسنا معا نتحدث في عظائم الله. القديس الأنبا بموة بيقول: أعجبت جدا بهذا الراهب الناسك، فقلت له: هل ترى يا أبانا يوجد إنسان يشبهك في القداسة في هذه البرية؟ فقال له: يا ابني، يوجد في البرية الداخلية إنسان آخر لا تستحق الأرض أن يطأها بقدميه الطاهرتين، هو القديس الأنبا كاراس. أنبا جمه بيقول: فازددت اشتياقا لرؤية هذا القديس العظيم، وقلت للمتوحد الذي فتح لي، قلت له: وما اسمك أنت يا أبي؟ فقال: اسمي سمعان القلاع. سأله قال له: بقالك كم سنة في البرية؟ قال له: بقالي 60 سنة في البرية لم أرى وك إنسان. قال له: وكيف كنت تعيش؟ قال له: كنت أعيش بخبزة أجدها ملقاه على الحجر خارج المغارة وتكون هي طعام. فقال له: بارك علي يا أبي. فبارك عليه وقال له: الرب يسهل طريقك. فأخذ بعضه ومشي أنبا بموة. وظل سائرا مدة أيام جوه البرية من جوه، إلى أن وجد مغارة أخرى فقرع على بابها وقال: بارك علي يا أبي. فأتاه صوت من الداخل وقال له: أهلا بك أيها القديس الأنبا بموة الذي استحق أن يكفن جسد القديسة إيلاريا بنت الملك زينون. وجلس معها القديس، القديس الجديد نمرة 2 ده، وأعجب بنسكه وبحياته الفاضلة وبوحدته، وكان كبيرا في السن. فقال له: هل يوجد يا أبي قديس يشبهك في هذه البرية وفي هذه الوحدة؟ فأجابه: الويل لي، لأنني لم أفعل شيئا يرضى الله، ولكن يوجد في البرية الداخلية إنسان قديس آخر لا أستحق أن أذكر اسمه بفمي، وبسبب صلواته يبطل الله الغضب على الأرض. قال له: ألعلك أنت أنبا كاراس؟ قال له: ومن أنا الترابي حتى أشبه الأنبا كاراس صديق الملائكة؟ قال له: إذن من أنت؟ قال له: اسمي بامون.
سألوا عن عدد سنواته في الرهبنة فقالوا لي 69 سنة في هذه البرية لم أرى وجه إنسان. قال له بتاكل إزاي؟ قال له في نخلة بتطرح بلح وآكل من بلحها. فازداد الأنبا جموح تعلقا بسيرة الأنبا كراس ودخل حرية الداخلية لكي يبحث عنه. وفيما هو سائر سمع صوتا عظيما لم يعرف مصدره، وأخيرا وجدوا على باب مغارة أخرى فقرع على بابها وقال بارك علي يا أبي، فأتاه صوت من الداخل وقال له حسن قدومك إلي اليوم أيها القديس الأنبا جموع الذي استحق أن يكفن جسد القديسة إيلاليا بلغرينو. بيقول فدخلت إلى الداخل ووجدت أمام القديسة المتوسط في القامة وحسن الوجه وشعر رأسه ولحيته أبيضان كالثلج، وكنت أشعر أن روح الله حال عليه. ونظر إليه هذا القديس وقال له لقد أتيت إلي أيها القديس الأنبا جموع وأحضرت موتي معك منذ زمان وأنا أنتظرك، ولي في هذه البرية 57 سنة أنتظر هذا اليوم الذي تأتي فيه إلي. فقال له من أنت؟ قال له أنا الحقير كراس. وكان ربنا قد أعلن للأنبا كراس إن هيجيله الأنبا بنو عشان يكفنه. فأول ما لقى الأنبا بنو جه قال له جئت وأحضرت موتي معك، ووجده قد أصابته حمى وتأوه، وقال له هذه الساعة كنت أنتظرها منذ زمان. وفيما هو جالس معه يتحدث بعظائم الله سهى الأنبا كراس قليلا وقال ويل للعالم اليوم، لقد فقد العالم القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في برية الصعيد الذي كان ملحا للأرض كلها. فالأنبا جموع بيقول فأخذت ورقة وكتبت هذا التاريخ لأتذكره، وكان هذا اليوم هو يوم 7 أبيب. وبعدين وجد نورا يملأ الغرفة يملأ المغارة بشكل عجيب، فخاف الأنبا بنو وقال للأنبا كراس ايه الحكاية دي؟ وكان الرب يسوع المسيح معتادا أن يأتي في بعض أوقات ليفتقد أنبا كراس، فقال له ما الذي تشتهيه يا كراس قبل أن تصعد روحك؟ قال له أشتهي أن أرى داود النبي لكي يعزف لي بعض الألحان. وسمع الأنبا جموع صوت ألحان تردد له لعر الرب أرسل له روح داود وهو يرتل ويقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. ثم قال له أيضا كريم أمام الرب موت قديسيه. المزمور ده. ثم صعدت روح الأنبا كراس إلى فوق
تحملها الملائكة و خرج الأنبا جموة من المغارة ورأى هذا المنظر العظيم، روح الأنبا كراس صاعدة إلى السماء تحمله الملائكة. بيقول فخرجت راجعا إلى ديري ومررت على مغارة الأنبا ذرون ثم على مغارة الأنبا سمعان القلاع ثم رجعت إلى الدير وقلت للرهبان إن الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في الصعيد قد تنيح ولم يكن الخبر قد وصل إليهم بعد. وبعد مدة أتاهم رهبان من الدير الأبيض في الصعيد ينقلون إليهم الخبر، فسألهم عن الساعة والوقت فعرف إنه نفس الوقت الذي تكلم عنه الأنبا كراس. بيقول فكتبت هذه القصة، قصة حياته، وأرسلتها إلى الكنائس لكي يعرفوا تاريخه ويتعرفوا بسيرته الطاهرة. وفي الحقيقة أيها الأخوة، كانت هذه هي الطريقة بالنسبة لجميع السواح. السواح أشخاص عاشوا في البرية الجوانية، بعضهم عاش 80 سنة لا يرى وجه إنسان، بعضهم عاش 60 أو 50 سنة لا يرى وجه إنسان، بعضهم عاش سنوات قليلة لا يرى أحدا. وكان الرب يسمح في نهاية حياة كل واحد منهم أن يرسل له قديسا يكفنه ويعرف سيرته ويكتب تاريخه ويرسله للكنائس. فلما قربت نياحة القديس العظيم الأنبا بولة، أرسل له الرب القديس الأنبا أنطونيوس حيث وارى جسده في التراب وكتب سيرته وحمل خبره إلى العالم. ولولا أن الأنبا أنطونيوس زار في آخر أيامه ما كنا نعرف مطلقا سيرة الأنبا بولة أول السواح. والقديس أبا نفر السائح والقديس الأنبا تيموثاوس السائح أرسل لهم الرب في أواخر أيامهما أو عند وفاتهما، أرسل لهم القديس العظيم الأنبا ببنودة، فجلس مع كل منهما وعرف سيرته وأخباره وكفله ورجع إلى دينه. وهكذا باقي القديسين السواح. الأنبا موسى السائح ربنا أرسله القديس الأنبا سربيون يكفنه ويعرف سيرته. القديس الأنبا أنبا موسى السائح ربنا أرسله الأنبا صموئيل المعترف. القديس الأنبا مرقس الطرمقي ربنا أرسله الأنبا سربيون. كل واحد. والقديسة مريم السائحة ربنا أرسل لها الأنبا زوسيما يعرف قصتها ويكتبها للناس. دي ملاحظة من الملاحظات. ملاحظة تانية، هؤلاء الآباء السواح ربما لا نعرف تفاصيل حياتهم إطلاقا، إنها سر مقدس. كل ما نعرفه كيف عاشوا، كيف دخلوا الرهبنة، كيف دخلوا السياحة وقصة وفاتهم. لكن ما فيش شك 60 سنة في البرية مملوءة من التأملات، مملوءة من العبادة، مملوءة من المعجزات والآيات، مملوءة من عمل روح الله. كان من الصعب إن القديس السائح يحكي معجزاته ويحكي تأملاته ويحكي روح الله معاه. كان من الصعب. مجرد فكرة بسيطة عن حياته كان بيعرفها القديس الذي يكفنه وينتهي الأمر. هذا هو القديس الأنبا كراس.
Thank you.